هو انا ينفع اشتري بيت من غير ما ادفع كلوزنج كوست؟ دي معلومه صغيره بس مهمه عن بيتك ان امريكا مع بيك. الكلوزنج كوست هو ببساطه تكلفه شراء البيت، وده لا يشمل اجر الريالتر لانه اجرنا بيجي من البايع مش من المشتري، ولكن بيشمل اربع مصاريف رئيسيه. الاول هو اجور اجر الابريزل المثمن اللي بتبعته شركه القرض، كمان اجر التايتل كمباني وده المحامي المسؤول عن انه يدرس ويتاكد عن ملكيه البيت انها سليمه ويجهز لك اوراق الملكيه الجديد ويسجلها لك في المحكمه. تاني جزء وهي مصاريف بتدفع مقدما زي مثلا الضريبه العقاريه الحاليه والتامين لمده سنه، وكمان بيحصلوا حوالي 3 شهور مقدما علشان يبتدوا بيها الاسكرو اكاونت بتاعك. تالت بند وهو التايتل انشورنس، وده تامين على الملكيه ودي هقولك عليها في مرة تانية بالتفصيل. رابع وآخر حاجة هي مصاريف حكومية، أهمها ضرائب من الولاية على المشتري، وكمان مصاريف تسجيل أوراق الملكية والقرض في المحكمة اللي هي زي الشهر العقاري في مصر أو في الدول العربية. مجموع كل المصاريف دي تقريبا بيكون من 2-3% من سعر البيت. المشتري هو المسؤول الأول عن المصاريف دي، ولكن في طرق تانية ممكن نوفر بيها على اللي بيشتري، زي مثلا ممكن نطلبها كلها أو جزء منها من البايع، بس ده بيعتمد على حالة السوق ودايما بيختلف من موقف للتاني. وفي طرق تانية كمان، اكتب لي وممكن اناقش معاك ايه الطرق المناسبة ليك انك توفر بيها الكلوزنج كوست وانت بتشتري.